سلام يا جماعة، هو ده النشاط والحيوية اللي احنا عايزين نبتدي بيها اليوم. بدون المية في الكوباية انا بدأت افهم. يلا يا كابتن ادم ورينا كملتوا تسمعوني. العقول الخضراء هي مبادرة بتطلق تنفيذ المعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة وتحت رعاية وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبالشراكة مع بعض الشركات المتخصصة في هذا المجال. احنا قصدنا بالعقول الخضراء هم ولادنا في المراحل المختلفة سواء الابتدائي والاعدادي والثانوي، وده المستهدف من خلال المبادرة. المبادرة هي هدفها الأول والأساسي هو توعوي، نوعي الأطفال بإيه هي قضايا المناخ، طب إيه هي الممارسات الخاطئة وإيه هي الممارسات الصحيحة أو التصحيحية اللي احنا محتاجين نعلمها للولاد، وإن هي نبتدي مش مجرد بس نعلمها للولاد ونعلمها لهم كفكرة أو معلومة ويمشوا، لا نبتدي نغرسها فيهم ويلاقوها ويشوفوا ان هي قد ايه حاجه بسيطه، بحيث انها تتحول من مجرد فكره او حاجه اتعلموها الى ممارسات يوميه او اتيتود، يبتدوا هم يعني يبتدوا يعرفوه للي حواليهم، اخواتهم، اصحابهم، اهاليهم. ازاي نبسط الفكره قوي للاطفال توصل لهم، ازاي اكون البيئه بتاعتي خضراء وازاي احافظ على البيئه. فكان دورنا ان احنا نخلق ونطلع كاركتر الاولاد يعرفوا يحفظوهم ويحفظوا شكلهم، ان يكون هم دول ازاي بيحافظوا على البيئه من خلال الالعاب. فاحنا اخترعنا العاب، اخترعنا قصه، اخترعنا جيمز ديجيتال، اخترعنا اغنيه هتنزل بالكرتون بتاعها بالكاركتر الموجودين دي. فكان دورنا ان احنا نبسط الفكره البسيطه للولاد عشان توصل لهم فيستوعبوها ويفهموها. طب قولوا لي، هو انتوا محتاجين مني ايه؟ احنا محتاجين حد يحمينا، محتاجين حد يحمينا ويحمي الارض. احنا كتير ومستعدين لاي حاجه وجايين نتعلم ونلعب. اللعبه احنا بنستفيد منها بالشغل عقلنا، مش اي لعب وخلاص. احنا جايين نتعلم حاجه مفيده ونلعب شويه. نفس هواء نظيف ونشرب ميه نظيفه ونحافظ على الطاقه، يعني كل ده.